كبوا الشاي ده واشربوا الشاي. انا ما عاوزه. وانا برضو. عبد العاطي هتكلم مع البنات دير؟ اقول لهم شنو؟ والله انا برضو ما عندنا في ساكل ولا اشرب. ده عشان تتاكد بس. تاكد من شنو؟ اذا قلنا سعيد مجنون، سعد برضو مجنون؟ يلا يا خالو، احنا لازم نبلغ الشرطه. بابا جا. اقعد يا بنت. عبد العاطي شوف الباب ده فيه منو. ما تكون بتعيني لك دي، فيشني يا بنات، خلاص كرهتوني؟ يلا يا بنات قوموا خشوا جوا. خلاص يا ويلي يا عمي. عمو كيفكم يا بنات؟ تمام يا عمي سعد. لما مستشفى سجن عديل حاصل شنو للناس يا عبد الله؟ الناس دي تغيرت بلا بعدين. انت عبد الله ما جبت الاوراق المستندات والجواز ليه؟ ما شنو ما مفروض تجيب المستندات والجواز يا عبد الله يا اخي؟ حصل شنو؟ الله ما تتكلم في شنو؟ سنه فشنو؟ الله يا بنا خلاص هدى حاصل شنو؟ الشنطة ما لقيناها. ها؟ ما لقيتوها؟ ما لقيتوها كيف يعني؟ الشنطة الصغيرة دي جوا الشنطة الكبيرة. أنا قلت لا كده لكن ما لقيتها. الله ما لقيتها؟ يعني راحت وين يعني؟ لا دي حكاية غريبة، حكاية ما طبيعية دي. سيدنا محمد يمكن معناها تسرقنا مش كده؟ طيب انا مضطر اني ابلغ البوليس. تبلغ شنو؟ ايوه ابلغ الشرطه. هذا كلام فاضي. ابلغ عن المستشفى والدكتور، بعدين الشنطه دي فيها كل القروش بتاعتي والمصاريف اللي انا جايبها. مش كده وبس، كمان فيها مستندات وامانات بتاعت نازي عبد العاطي، لازم ابلغ. انتوا يا اخوانا رايكم شنو؟ ما فتش ثاني يمكن نلقاها. كده فتش ثاني يا سناء وبالراحه. اسمع اعمل شاي لعمك. يا اخي بلا شاي بلا بتاع يا اخي، انت فايق ورايق شاي بتاع شنو؟ بابا وين يا عمو؟ حيرجع ان شاء الله حيرجع. هي الشنطة الحمد لله لقيناها. الحمد لله الشنطة اطلقت. يا الله وين تتنومي ليه؟ يا دكتور غصبا عني والله، أنا كنت أوصل حكمة في يدي و... خلاص 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 كفاية. وين ليلى؟ ما جاء؟ ليلى؟ الليلة تأخرت. تأخرت ولا اختفت قبل؟ حتى يا دكتور حتجي. ها؟ حتجي. انت من هنا ولا والله السعيد طوالي سمع الكلام ده؟ غرفة السعيد؟ اي وليه غرفة السعيد؟ يا الله ما تسألي امشي. حاضر يا دكتور حاضر. We'll be right back.
هذا ما نصيحة. رح 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 أقول لك قولة نرفع معنا فوق المركب دي. نرفع وين انت مجنون؟ الزول يمكن وراه مصيبة يا أخي. مصيبة شنو؟ خاف الله يا أخي يا أخي. زول مسكين يا أخي. نرفعوا معانا يا أخي. نضربوا اللجوء. نرفعوا وين يا أخي؟ بعدين الناس يسألونا جبتوا من وين وضربوا منو يا أخي. مانو مالو الناس الكاتولوديل ما بيجوا وراه يا حبيبي. الناس الكاتولوديل متخيلين أنه زول ده مات وشبع موت. خلاص نجي معانا السوق. دار تفتح علينا نظم في السوق؟ يقولوا حمدان وفضل الله جابوا له زول وبضروب وقتلوه ونمشي ونسوي. يا جماعة ما تخلنا من الكلام الفاضي ده. الشمس دي ما سخنت علينا. نماري أدفر يا أخوي أدفر أدفر. أراها عادي. موجود عشان تجيبنا هنا مش كده؟ هو فعلا بس هرب يعني هرب. مش قلت لك حيلة قديمة منهم يا سيد عباس؟ انا ما فاهم حاجة. هتفهم كل حاجة لكن بعد ما انا اقول لك. في الحقيقة يعني دي مستشفى وفيها عيانين ونحن مسؤولين منهم يعني. انتوا منو؟ نحن؟ أطيبة؟ دكتور يوسف انت دكتور شاطر لكن احنا ما دارين شغلك. كنا عاوزين اخلاصك ببساطة. دكتور يوسف شكرا جزيلا. انت ساعدتنا في انجاز مهمة انسانية ودي مكافأتك عشان ما تقول اسمي. ما فاهم حاجة سيد عباس. حتفهم بس ما اسمع. هالمستشفى نحن بعناه. يلا. باي. انت مش كنت بتزور سعيد في المستشفى؟ صديق قديم.
يا وزاد سيادتك ومعه عباس. لا لا اتحرك من المستشفى. عربية هاي معهم عربية. جدا سيادتك جدا. ايوه عربيه بيضاء شفتها، انا متابعه. ما تستخدم القوه الا في الحالات القصوى، خليك حذر على بركه الله. يا سيد عباس كله منك ولا كلمه. ما لكن ما تسمعني شويه بس، ما داير اسمع خالص. كفايه اللي عملتها فينا. حتى اسوي شيء يا سيد عباس؟ لكن انا بشوف انه نحن كان ما تشوف اي حاجه، مش المكتب ده ان شاء الله ما تفضل فيه نفاخ النار. تتخيل مع حيوانات خلاص ده اي حاجه. ما تديني فرصه بس، ما اديك اي فرصه، ضيعت كل الفرص علينا وعليك. عالم حيوانات عشان خاطر اخر فرصه. ما عندك اي خاطر عندي، من فضلك اسكت خلاص. انا متابعه. شككت بقى حقيقة. جيب لنا اثنين شاي انا وهدى. شكرا يا دكتور، انا ما عاوزه حاجه. شكرا يا سمو. شكرا. تفضل يا دكتور جعفر، انا ما قادره، شوفوا زول ثاني غيري. بس انت كنت فرحانه ومبسوطه، الحظ شنو مالي؟ ابوك رفض؟ بابا عمره ما رفض حاجه زي دي. طيب لو قلت لك ما في زول غيري ممكن يدرس الماده دي؟ برضو انا اسفه يا دكتور، انا لازم اعرف السبب شنو. عن إذنك يا دكتور، أنا لازم أمشي البيت. هدى، ده قرارك الأخير؟ أنا فعلا في المرة كنت مصدق، لكن
ايوه معاك كنترول حوي. حوي العدد عندك الجماعه وضعوا؟ هو العدد عندك الاثنين؟ الاثنين العدد عندك. خليك معايا لحد ما ارجع لك حوي. حوي يا ولد عندك. الحمد لله. انا زي ما قلت لك سعادتك يعني انا في الاول ما كنت قادر احكم لانه الحاله بتاع سعيد يعني فعلا مريض. ومرات تلقاه ما بيتذكر اي حاجه عشان كده ما كنت قادر احكم بالضبط يعني. خلاص يا دكتور يعني احنا بعد ده حنستمع لكلامك كله. تاني في حاجه؟ لا ما في. شنو يا دكتور؟ في ولا ما في؟ في. ده شنو؟ دي شنطه؟ انا عارفه شنطه. فيها شنو حقك؟ أنا سألتها بكل المستشفيات. ويعني شنو؟ كيف يا بنتي؟ لو كان في أي حاجة حصلت لأبوك كان ممكن نلقاه في المستشفى. معنى كده إنه كويس. كويس كيف وإحنا ما عارفين مكانه؟ ماما قالت بيكون سافر. سافر؟ سافر وين؟ ماما ما بتعرف عنه حاجة. مجرد ما بابا دخل المستشفى ماما ما زارته. خايفة عليكم يا بنتي. إذا خايفة علينا تبيع العربية واللوحات والتحف وحتى المكتبة بتاعته. بعد المكتبة أشرب عشان تصحى وتحكي لي. يعني عباس طلع مع عباس؟ لا 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 ما بصدق. الحمد لله إنك أنت كنت الليلة ما موجود. لو كنت الليلة موجود كنت شفت العجب. أنا حسيت في لحظة إنه مسلح. مسلح؟ أيوة عصابة؟ ده شغل أفلام عديم. الحمد لله اتقبض عليهم. يعني الراجل طلع ما مجنون. دي هنعرفها بكره. طيب ونحن؟ احنا مالنا؟ دكتور يوسف مدير مستشفى وناشي. ما فهمك. لو سالونا بتعرفوا الراجل ده من وين؟ واذا عرفتوا عليه كيف؟ انت نسيت يا دكتور كمال ولا ايه؟ نسيت الإعلانات اللي اتعملت للمستشفى ده في التلفزيون والجرائد والشهادات اللي طلبت مننا وشهادة الخبرة. نسيت ده كله ولا شنو يا دكتور؟ لا ما نسيت. لكن عباس ده لو عباس ده تنساه تماما. عباس ده أمره خلاص انتهى. أنا أديت معلومات كافية عنه للرائد عز الدين. أنت تعال يا أخوي. أنت مالك خايف كده؟ محمد اخوي لا تفلع القمرية فرحت حجر واحد مدينة الضابطين. ابشر ابشر انا اخوك انت. ها سوي دقيقة هذا بنتك الواحدة دي؟ نحن اولاد بلد نبغى نقوم على كيفها. انت الواحدة دي دارت تديني فرصة اقولها؟ خليها اقولها. ما بنت خليتها ما دايرة. حرمك انت اقولها؟ ما دايرة اقولها خليتها. اضبط السمك ده يا عادل. اسمع الزول ده يكون غيري؟ هزول ها الزول ده نجيب يكون مسك درب البحر ورجع لأهله. والله انا زود صنيت مجنون. ها لا 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 وصنيت كمان اهله ده يكونوا شالوه وغطسوه في البحر ده. داريني قلتله يعني؟ هزول هوي بلدنا دي ما في اهلا بنمنعوا من جناهم على الطلاق. المحن اللي عند السودانيين دين كانوا زعار الخلق ده جد عليهم تكفيون. سامحنا أنا أتعرفكم يا زول دمنون
عند الله. لك الزول ده ما مجنون؟ بتقولوا في شنو؟ انتوا برضو عايزين تقتلوا سعيد حسين سعيد؟ يا زول قوم قوم هاي قوم يا اخي. خلوا يا اخي خلوا يا حمدان يا اخي عليك الله يا اخي زول يا خلوا ينوم يا اخي خلوا ينوم يا اخي ارقد ارقد انت لسه ما نمت؟ سعيد لا ينوم ولا يموت ولا يفوت حتى يوصل رسالته لكل الناس. الحق زولك اسمه سعيد؟ سعيد حسين سعيد دكتور سعيد حسين سعيد ثلاثة دكتوراه في أمراض الإنسانية من قبل الميلاد حتى الآن. بطل بطل الدكتور ده عليك الله يا أخي قوم قوم اتعشى معانا قوم. زولك ده جعان ومعري ثلاثة سلوك. ثلاثة دكتوراه في أمراض الإنسانية من قبل الميلاد حتى الآن. زولك ده جعان قوم سوي له حاجه ياكلها. لا 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 نجيب له سمك نجيب له سمك يلعشى بيه. نجيب له سمك هاي نجيب لك سمك ارقد ارقد نوم نجيب له سمك يلعشى بيه. ثلاثة دكتوره. اسمع يا سعيد اوعد تجيب سمكه ولا سمكتين بل ثلاثه لانه عنده ثلاثه دكتوره. انا اتحديته في بلده وقلت لهم ما في فرق بين الحضارات ده فرق نسبي. قلت لهم في حضارة بتعيش على امتصاص الشعوب امتصاص خيراتها ودمها وفي حضارة بتعتبر لو قتلت زول واحد كأنه قتلت الناس كلها. ده الفرق بين الثقافات وده الفرق بين الحضارات ده الفرق بين الحضارة الحية والحضارة اللي بتعيش على امتصاص دماء الناس ودماء البشر. الو يا دكتور كمال انت وين؟ شنو العبس اللي بيحصل ده يا دكتور؟ أنا أجي الحرس اللي عناقل وليه ممنوع الدخول؟ عم مستشفى ده حلوة منو قفل المستشفى ده؟ ده كلام عجيب جدا جدا قرار نعم الحرق والشرك كان عايزين يحرقوا المستشفى؟ دي جريمة. طيب العيانين ودوهم وين يا دكتور؟ يا دكتور ده كلام عجيب جدا. انت وين هسه؟ انت وين 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 انت؟ لا 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 خلاص انتظرنا جاي عليك جاي عليك جاي عليك يا دكتور. دي مصيبة شنو دي؟ رائد عز الدين أجمع عليك كل الأوراق اللي أنت توصلت ليها. دي أهم المعلومات سعادتك. وإن قدمتها للعقيد مختار؟ العقيد مختار عنده معلومات حابة يتأكد منها. ومصدر المعلومة؟ أكيد ما أنا. المهم انه متقبض. وين تبطل؟ الابطال الحقيقيين هم اللي نفذوا ساعتك. الخيل تجلب. الخيل الاصيله بتجي في اللفه. اسمع هتحضر معي الاجتماع مع العقيد مختار. حاضر ساعتك. كيف الليلة؟ تعبان والله يا دكتور. لا مالك أي حاجة، رأسك كويس وأطرافك كويسة ما في أي وعي. لا يا دكتور أنا تعبان جدا يا دكتور ما بقدر يا دكتور والله. لا مالك أي حاجة. لا ما في أي حاجة. لا أنت كويس. بالمناسبة أنا أسأل الشرطة دي الجو هنا وقالوا حيجوا يأخذوكم حيستجوبوكم. لا يا دكتور أنا ما بقدر يا دكتور والله أنا تعبان جدا. لا مالك حاجة أنت كويسين أنت كويس. يا اخي نحن مصابين يا اخي مصابين نحن وما عملنا حاجه. لا ما في حاجه. لا متألمين يا اخي متألمين.
لا لا ما في اي حاجه، انت راسك كويس واطرافك كويسه، ما معها علق اي حاجه. سعد القرنيه يا اخوي اسمع، الراجل ده بيكون رجع ودعوه في مستشفى ثاني. هاي لكن انا اعمل شنو يعني؟ جالسين كده حتضيع معاكم بحث وتفتيش ما لا نهايه. يا اخي كل حاجه لها نهايه، بعدين ما تنسى انت معاك الاسد ود الاسد يا اخي. منو الاسد اللي ما قادر ينهر اخته ده؟ وش قال لك؟ ما تستفزني يا اخي. لا. أنا قادر ونص خمسة يا أخي، بس الحكاية معقدة شوية، حتى لو كان سعيد فيه الحكاية هذه تختلف طبعا. خلاص يا اللسد خلاص. خلاص نحن نلحق البنات. حنقول لهم شنو يعني؟ البنات دي نقول لهم شنو؟ لا أنت مش سمعتها؟ مش سمعت البوليس قال هو القفل المستشفى؟ لا أي ما وقتك قالت ما داير فضايح يا أخي. ونحن بلغنا يا أخي؟ ما بلغنا. خلاص يا أخي نحن نلحق البنات. لحد ما تنفي تجينا. تفضل عسكري. يلا تفضل تفضل. انت انت قول 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 انت ده. انا بس عايز اعرفك انت بتفكر في شنو؟ بفكر في الناس دي ليه لحد هسه ما بلغوا زوجته وبناته والاسم سعد اخوه ده؟ ليه الناس ما بلغوا؟ فعلا ده حاجه غريبه. عارف انا بفكر في عباس، راجل جاد ومحترم وفي الاخير اوعى اكون دخلت عليكم. لا ابدا ما دخلت ولا حاجه. الحمد لله. ان شاء الله سعادتك يكونوا احترفوا بكل حاجه. يا دكتور يوسف يا عصابه كبيره كانت بتقوم بمهمه خطيره. أعوذ بالله. عباس ده الاسم الخامس. نعم. كل الشكوك والافتراضات كانت سليمة 100%. عباس عباس وزكي ومصطفى تاني منو جاك والأخير إسباني اسمه نادال. أنا غريبة شفت الجواز بتاعه، شفت الضغط، شفته من الاثنين متأكد كله تزوير. والشقة جنب المستشفى برضه بتخص عباس. ولا نقول اسم تاني. انت ليه رابطة تخشي المكتب؟ هو ما رفض بس انا لازم امشي. يا هدى انت لازم تعرفي قدراتك الحقيقية. قدراتي انا عارفاها كويس. انا مستغرب انت ليه رافضة العرض اللي ممكن يسجل انك تشتغل في الكلية. الحمد لله قبضت عليهم. بالله في ناس بتبيع نفسها وبلدها دي ما حاجة غريبة. القروش بس. أيوة عباس انت عارف كان في كم من العملات الأجنبية في العربية؟ عباس ده عبارة عن دول متحركة. لكن والله يا جناب برافو عليك لأنك انت من أول مرة بدأت تشك فيه. حاجة غريبة. احنا ليه كنا عم يعني من الكلام ده؟ القروش يا دكتور القروش. قصدك شنو ساعتك؟ لا 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 ما في حاجة يا دكتور، ده كله كلام. احنا لسه ما عارفين الحقيقة وين. ولا رأيك شنو يا دكتور كمال؟ نعم نعم. وين سعيد؟ ما لقيته مع العيانين؟ ابدا ما لقينا. ده انا اللي كنت عايز اسألكم عنه. ده سؤال ساعتك ولا لا تحديد يعني؟ لا لا يا دكتور نحن لسه في البداية. لكن لو بتتذكر يا دكتور يوسف انا قلت لي خلي سعد معاك في المستشفى. تمام صح انت قلت لي خلي سعد معاك في المستشفى. والممرضه قفلته جوا الاوضه
وقالت بعدك هرب. مش غريب يا دكتور، سعيد يهرب والاسم سعد برضه يهرب. لا بس جوابس الأهلين. لا انتوا ضيوفنا، لكن اذا استدعيناكم حيكون استجواب سعادتك تحقيق يعني. انا ما مسؤول عن اي حاجه. لسه يا دكتور، ما تستعجل. عن اذنك يا دكتور. هدى انت ليه بتهرب من الاجابه؟ لانه ما عندي اجابه. بالمناسبه انت تغيرتي كثير، في زول اثر عليك. اسمعي يا هدى، الكليه دي مليانه ناس حساد، انا الوحيد الحريص على مصلحتك. هدى يا دكتور. ما كان في داعي للتعب، فكرت خلينا نمشي النادي مش كان احسن؟ يا دكتور انت ما سمعت الرائد عز الدين ده بوجه له اتهام صريح كده يا اخي. يا دكتور يا اخي ما تكبر المساله، اصلا ناس مباح ده شغله، ده ما بيسال اسئله ده استجواب. يا زول هوي انت بينك وبين الموت قرابه ولا شنو؟ دي مويه ساي. مويه شنو يا اخي؟ مويه شنو ده تمسح لك انجلاك ساي؟ تمسح؟ تمساح الا عجلك ما تم مساكت. قوم يا اخي ابعد يا اخي من هنا عليك الله يا اخي. حمدان جهز الدبنقه، قوم يا اخي. امرك كده. انتوا ما شفتوا نحن اولاد المجرد، نحن اولاد البحر ده، اي صوت بنفرزه يعني بنعرف ان الضربه دي ضربه تمساح ولا ضربه سمكه كبيره. انت داير تجي تورينا الاصوات ليله البحر؟ حمدان جهز الحله،
تعشى ما ادري الليل. ها ابعد ابعد من هنا عليك الله يا اخي. زح زح.